حسبنا وصية المصطفى صلى الله عليه وسلم، وصية ربما لم تكن مكتوبة على ورق، وربما لم تكن قد تلفظ بها فم رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمات، لكن رسول الله أوصانا بها بطريقة هي أبلغ مما يكتب وأبلغ مما يقال. كيف؟ في اليوم الذي توفي فيه رسول الله، فجر يوم الاثنين، عندما كان القوم أصحاب رسول الله يصلون صلاة الفجر وسيدنا أبو بكر إمام، رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم الستر الذي بين بيته وبين المصلى بين المسجد، نظر فوجد أصحابه الكرام واقفين بين يدي الله متجهين إلى القبلة، نعم مستغرقين في صلاة الفجر. نظر رسول الله إليهم نظرة أنسته آلامه، وكان قد بدأ سكرات الموت. نعم، هذا المنظر الذي رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم جعله يتبسم تبسما عجيبا، الذين رأوه ظنوا أنه قد شفي، لذلك استأخروا من أجل أن يأتي، فأشار لهم أن كما أنتم. نعم، تبين أن ابتسامة المصطفى التي ملأت وجهه المشرق كانت ابتسامة توصية، أي كونوا على ما أنتم عليه، هذه وصية التي أستودعكم راحلا إلى الله سبحانه وتعالى، وهذه هي الصورة التي أرحل بها إلى الله عز وجل لأقول له لقد تركت عبادك الذين أرسلتني إليهم يصلون لك، يقفون يركعون يسجدون، ها هم أولئك الآن يعبدونك أنت لا يعبدون غيرك، ولقد تركتهم في اللحظات الأخيرة من حياتي وهم جميعا واقفون متجهون إليك في الاستضافة التي شرفتهم بها. هذه هي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم.